السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم طيبين معكم اخوكم سلمان أو ريفلير زي ما فلوق بسيط بس, أه بس حبيت أه يعني أعطيكم أبديت أو أقولكم شيء أه 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 عن 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 الأسبوع هذا اللي راح يجي أه من بداية يوم الإثنين إلى يوم الخميس راح أكون مشغول بدراستي راح تكون امتحانات هذه أه هو راح يكون عندي امتحانات من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة أه وأول ما أخلص يعني اللي هو يوم الجمعة راح ارجع انزل فيديوهات فالهدف من هذا الفيديو اني راح اني اعلمكم انه ما راح انزل ولا فيديو من يوم الاثنين الى يوم الخميس و... واتوقع اغلبكم يعرف ان انا ما احب اقطع عن قناتي ما احب اني ما انزل فيديوهات احب انزل كل يوم للناس اللي توهم مشتركين في اليومين هذا اللي فاتت جاني مشتركين كثار واشكر كل الناس اللي حاولوا ينشرون فيديوهات السابقة وحاولوا تسوون لايك أو فيفرت وأشكر كل الناس اللي سووا سبسكرايب وغير كذا أهلا بكم في قناتي المهم فهذا الفيديو زي ما قلت لكم مجرد أبديت بس حبيت أقول لكم إني ما راح يعني أسحب وخلاص ما أنزل لا لا بس مجرد يعني أربع أيام وخمس أيام كذا لا أربع أيام خلينا نقول اثنين ثلاثة أربعة خميس إي أربع أيام وإن شاء الله راح يكون يوم الجمعة يكون اخر امتحان واخلص من الامتحان وانزل فيديوهات فيديوهات ورا بعض في كثير معلومات آه قاعد ابحث عنها بمناسبه جي تي اي لانها هي اللعبه اللي قاعد افكر فيها متحمس لها طول الوقت ففي معلومات آه لقيتها يعني معلومات ما قد ذكرتها من قبل فراح يكون الفيديو الجاي آه عن جي تي اي 5 آه وعن معلومات مسربه آه آه المهم آه شكرا للناس اللي يصبرون علي اذا قطعت يعني مجرد يعني كم يوم كذا فترة بسيطة آه فاشكركم منكم راح تصبرون وللناس اللي يقولون لا يا اخي احنا مشتركين عشان تنزل فيديوهات عشان تسحب لنا آه شو سوي الحياة يعني آه حياة صعبة برح يعني راح تكون عندك امتحانات راح تكون عندك حاجات يعني اهم من اليوتيوب آه بس انا ما اخذ يوتيوب كهواية آه فاتمنى تحترمون هذا الشيء واتمنى تقدرون هذا الشي أه، المهم ما بطول عليكم أم... اشوفكم في المستقبل خلاص وش رايكم كل فيديو أو يعني على نهاية الفيديو اقول see you in the future اشوفكم في المستقبل مع السلامة عجبتكم صح؟ خلاص راح اسويها see you in the future اشوفكم في المستقبل مع السلامة